دلوقتي هنقابل خبراء شركة سنوف، وهي واحدة من أهم الشركات العالمية اللي تقدر تحول أي مبنى إلى كيان شديد الذكاء. احنا بنتكلم في مصنع، في مستشفى، في بيت، أي كيان يمكن أن يتحول إلى كيان شديد الذكاء ويدار من خلال أبليكيشن على الهواتف المحمولة. خليكم معنا. عمرك جربت تعيش في بيت كل ركن فيه ذكي؟ يعني مثلا أول ما تصحى تلاقي البيت بيقولك صباح الخير ويفكرك بمواعيدك، والستاير بتفتح عشان نور ربنا يدخل أوضتك، وموسيقى هادية تشتغل في البيت كله، أو إن الإضاءة والتكييفات تشتغل أول ما تقرب من البيت، اللي بيعرف من اللوكيشن بتاعك إنك قربت، أو الأبواب بتفتحش غير ببصمة إيدك، أو لو حصل تسريب في المية أو الغاز أو طيار الكهرباء خرف، يبقى فيه سنسورات أو حساسات ذكية تسيطر على كل المحابس وتقفلها. طيب لو أنت مزارع، عمرك تخيلت أنك ممكن تتحكم في كل معاملاتك الزراعية عن طريق الموبايل؟ يعني تفتح المحابس وتقفلها وتروي وتسمد وتكافح الأفات وترصد أي خطر ممكن يتعرض ليه محصولك، أو لو حضرتك صاحب مصنع أنك ممكن تتحكم في كل خطوط الإنتاج ووسائل الأمان، وتقفل الأبواب وتفتحها، وتتحكم في الإضاءة والتكييفات والتبريد، وتعرف مخزنك فيها إيه وناقصها إيه، وتأمن المصنع بالكامل ضد السرقة أو الحريق لا قدر الله. كل ده خلاص بقى أسهل من السهولة. دي الأنظمة الذكية اللي العالم بيتنافس فيها حاليا، ووصل بالتكنولوجيا الخاصة بيها لحاجات كان مستحيل حد يصدقها، وبتكلفة فعلا بسيطة. يعني بيتك ممكن يبقى ذكي بالكامل بتكلفة ما تعديش 8000 جنيه وبالتقسيط كمان، ولكن اختار الشركة اللي تنفذ، لأنها لازم تكون صاحبة خبرة عشان تعرف طلباتك وتفصلها لك. دلوقتي تعالوا نقابل خبراء واحدة من أكبر شركات العالم المتخصصة في الأنظمة الذكية، شركة سنوف العالمية الصينية، وبجد هيبهرونا. والبداية مع المهندس حاتم عبد الفتاح، المدير التنفيذي للمشروعات في سنوف العالمية. أنا عايز أعرف سنوف، أنا شفت مشروع هايل جدا لحضراتكم في مدينة العبور. تمام. شيء مبهر، كل حاجة بتدار بالموبايل. يعني إيه سنوف؟ سنوف جاية من سمارت أون أوف. سمارت هي منتجات ذكية بتعمل كلها عن طريق الابليكيشن موبايل والأوامر الصوتية، وعن طريق الجي بي اس كمان. لو حضرتك تقدر تربط السيستم بعربيتك وانت داخل المكان اللي انت ساكن فيه او مكان شغلك او ايا كان المكان اللي انت تحدده، تقدر الانظمه تتفاعل مع اللوكيشن وتنفذ لك الاوردر اللي انت عامله او السيناريو اللي حضرتك حابه. ومش لازم يكون الرفاهيه، ممكن يكون في لحظات الخطر. هو اصل الموضوع للامان والسيفتي، صح كده؟ تمام. ازاي فاهم يعني ايه؟ ان العملاء زمان او الناس زمان كانت فاكره ان اللي بيعمل سمارت هوم ده هو بيدور على رفاهيه، بس فكره السمارت هوم في الاخر 5 سنين اتغيرت تماما. السمارت هوم هو الاول امان، نمره 2 توفير، والرفاهيه دي بتيجي اوبشن من ضمن الاوبشن. غاز يتسرب، ميه تتسرب، صح كده، كهرباء يحصل فيها مشكله، تيار يعلى، صحيح، ايا كان الحاله، فانت بتعمل ليميت وبتعمل سيفتي. مجرد ما تتحقق الحاله السيستم بياخد اكشن ويبدا يعمل لك عمليه تامين. عرفنا بشركه سنوف. شركه سنوف هي شركه عالميه موجوده في اكتر من 28 دوله. مبيعاتها في الشرق الاوسط كانت متواضعه شويه، لان لسه السمارت هوم الفكره بتاعه في الميدل ايست مش احسن حاجه. الناس في اوروبا وفي الصين، لا طبعا، الناس أمريكا منتشره جدا. سونوف واخدة أكتر من 40% من الشيرك ماركت. المنتجات بتاعت سونوف هي الأكتر انتشارا في أوروبا. راجع ده لأكتر من حالة. الحالة الأولى إن سونوف تشتغل ستاند ألون دي أي واي، يعني كل قطعة هي منتج ذكي بذاته. مش مطلوب إن أنت تعمل إنفراستراكشر، تمدي شبكة وتعمل تأسيس وتكسر وتمدي كابلات لا. يعني الأنظمة الذكية مش محتاجة بنية أساسية في البيت؟ لا، يعني مش هنهد ومواسير ونوصل سلوك. سونوف غيرت الكلام ده. تمام تمام. أنت بتاخد الديفايس تشيل القديم وتركب مكانه نظام ذكي، تربطه على الواي فاي، خلاص
اشتغلت بالموبايل، بقيت مشغل على الموبايل. باشمهندس، يعني عندنا انطباع ان الأنظمة الذكية دي غالية جدا. انا شايف ان انتم مقدمين النهاردة 7000 جنيه ببيتك كله ذكي. تمام. طب ازاي؟ خلال الخمس سنين اللي فاتوا. وهل الجودة عالية قوي؟ طبعا. الميزة ان سونوف بتتمتع ب 14 شهادة جودة عالمية لكل منتج، لكل المعامل، لافضل المعامل اللي موجودة في اوروبا. هو انها تحتل 43% من مبيعات اوروبا، دي حاجة كبيرة. تمام. جدا. الحاجة التانية ان سونوف غيرت مفهوم السمارت هوم، اللي لازم يكون عندك باكج ماني رهيب. الناس كانت بتسمع زمان سمارت هوم، ده معناه ان هو بيتكلم في الافات كتير. لا، ملايين. يعني انا اعتقدنا انه ملايين. لكن انا شايف ارقام هنا. يعني سونوف اشتغلت على فكرة البيع بكميات كبيرة جدا، فده بعد كده يحقق لك معنى هامش ربح قليل. المبيعات الكتير او خطوط الانتاج اللي شغالة طول الوقت بكميات كبيرة مع نسبة ربح قليلة، حققت انه في الاخر بقى بيكسب كتير بسبب انه بيبيع عدد كبير جدا. تمام. فهي الفكرة اتغيرت، والمنتجات مع ان الجودة بتاعتها عالية ما قلتش، الا ان سعرها قل اكتر من 85% عن ما كانت فكرة السمارت قبل كده. والاجهزة دي يا باشمهندس ضمانها قد ايه؟ احنا بندي ضمان على المنتج سنتين، وبندي ضمان على حالة الحرق والكسر، يعني الحالة اللي هي خارج الضمان 50% ويستبدلها بواحدة جديدة. المهندس حاتم عبد الفتاح تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة تخصص إلكترونيات سنة 1999، واشتغل في العديد من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والشبكات وكل ما يخص التحكم عن بعد في الأشياء، وانضم لسنوف العالمية عام 2015، وتدرج في المناصب حتى منصب المدير التنفيذي للشركة. بالأجهزة السمارت نقدر نتحكم في كل حاجة؟ كل حاجة. اقدر قبل ما اوصل لمكتبي تكون الاضاءة شغالة وتكييف شغال زي ما نشوف بره كده، واكتر من كده كمان اوصل لمصر. طبعا انت كمان مش محتاج انك تعمل الحالة وانت داخل، ينفع تربط السيستم باللوكيشن بتليفونك، بمجرد ما الموبايل يخش اللوكيشن او الموقع المتسجل تبدأ الحالة او السيناريو اللي انت تتمنى يتحقق يتحقق. كل مكان انت بتديني وسيلة مش مكلفة وفيها امان كبير وبتحقق لي رغبة وتوفر علي مجهود ووقت وتخلي دنيتي منظمة أكتر، مين فينا هيقول لأ؟ إحنا النهاردة العربية كل ما كان فيها أوبشن كل ما أنا ارتحت. صحيح. ما بالك بقى بحياتي التانية كلها، شركتي، شغلي، بيتي. أنا أقدر من خلال الكاميرا السمارت أخش على أولادي أطمن عليهم، بيذاكروا ما بيذاكروش، أشوف مصنعي عمالي بيشتغلوا ولا العمال اللي عندي، والمنظومة دي تدر لي وتوفر لي وقت ومجهود وكمان تحقق لي اعلى نسبه انتاج. طب باشمهندس خليني بقى اسالك سؤال انا شايفه في صميم احتياجاتنا. اتفضل. الدوله بتنادي بتوطين هذه الصناعات. طبعا. سنوف نقدر نقنعها ان تعمل مصنع ضخم جدا بحجم القاعه اللي احنا موجودين فيها دي ونصدر منها لكل افريقيا الانظمه الذكيه؟ احنا ان شاء الله ك اتش دي خطتنا لسنوف 2022 ان شاء الله، علشان ظروف كورونا بس اخرتنا شويه، ان احنا عملنا اكتر من اتفاق وعملنا اكتر من تعاقد، ان الفتره الجايه ان شاء الله تبقى مصر مركز التصدير لشركه سونوف وللمصنع بتاعها لميدل ايست وافريقيا. هنصنع في مصر؟ هنصنع في مصر. احنا خدنا الخطوات واخدنا المصنع، بس ظروف كورونا مخليانا مش قادرين نسافر عشان نتمم التعاقد ونوريهم ان احنا الناس في مصر شطار، الناس عاملة بروتوتايب ناجح، الناس عندها تكنولوجيا، الناس فاهمة في الأوير، وبما أننا احنا في مكان استراتيجي هنقدر نبقى نقطة وصول أسرع وأسهل وأأمن للوطن العربي الأفريقي. دلوقتي تعالوا نتعرف على بعض أجهزة الأنظمة الذكية، وهيكلمنا عنها المهندس حسن أبو ضيف رئيس قسم البحوث والتطوير في سنوف العالمية. بالمعدات البسيطة قوي دي نقدر نحول الكيان مهما كان ضخامته لحاجة ذكية جدا، موفرة للطاقة، موفرة للوقت، موفرة للمجهود، بتدر عائد كمان. وكمان المفاجأة بالنسبة لي ان كل أجهزة دي رغم انها تكنولوجيا عالية جدا اسعارها في متناول الجميع. ابهرنا، احكي لنا ايه الكلام ده كله، ايه الأجهزة البسيطة دي اللي ممكن تقلب حياتنا؟ سنوف عندها كمية أجهزة كتير جدا تقدر تغطي معظم بيوتنا بكل سهولة ويسر. ونقدر نتحكم. بس هوري الناس اللي ده مفتاح نور يا جماعه، ده مفتاح نور اللي هو مش باين في زرار، ده حته الازاز دي عباره عن مفتاح بيقفل ويفتح مجرد تاتش بسيط كده. مظبوط. بنقدر نغيره، بنشيل المفتاح العادي بتاعنا
البسيط ونغير ونعمله استبدال بمفتاح صنوف يتحول سمارت بالكامل بدون ما نكسر بدون ما نغير في الانفراستراكشر الخاصه بالمكان من غير ما الناس ما تتحرك مكانها في يوم واحد نقدر نغير المفاتيح بيتك بقى سمارت تتحكم فيه من جوه البيت من بره البيت من اي مكان في العالم تقدر تعرف الحاله اللي موجود فيها دلوقتي انا عندي المكان منور مطفي واقدر اعمل سيناريوهات والاجهزه كلها بتقدر تكلم بعض بكل سهوله ويسر عندي سيستم الري عندي الاضاءه الخارجيه في المنزل عندي كاميرات المراقبه الجراج تكييفات كل ما هو كل ده اتحكم فيه من الموبايل بتاعي اتحكم فيه من خلال الموبايل وتقدر تعرف الحاله لايف يعني اقدر اشوف دلوقتي من خلال موبايل عندي البيت عندي ايه الاناره اللي شغاله سحب الكهرباء ايه افرض ما فيش حد متواجد في البيت اقدر اطفي كل الكلام ده بلمسه زرار غير السيناريوهات اللي بتوفر كتير جدا انا مش محتاج اعدي على كل المفاتيح اللي موجوده عندي في البيت عشان اعمل اغلاق او تشغيل ممكن اعمل سيناريو بسيط بكلمه واحده اقول جود باي جود مورنينج او اختار كلمه مناسبه ليا اول ما اقولها البيت يعرف ان انا عايز مثلا هقول جود باي يبقى البيت عارف ان انا مش موجود بالتالي يبتدي يجهز لي السكيورتي في البيت يرفع درجه الامان يطفي لي كل الاناره اللي موجوده عشان يوفر لي في الكهرباء لو في تكييفات حد نسيها يطفيها لي بالكامل الموضوع كله بكلمه واحده يعني ايه لما اقرب من بيتي كل حاجه تشتغل تكييفات والبنت تتفتح والهواء يدخل وستاير تترفع ازاي الكلام ده كلنا معانا تليفونات والتليفون فيه جي بي اس بيحدد مكاني بكل سهوله مجرد انت بتخش على الابلكيشن بتدي له المحيط اللي حضرتك محتاج تقول له لما انا اكون متواجد فيه البيت يستجيب ويعرف ان انت جاي ويبتدي يرحب بيك شغل لك التكييف شغل لك الاناره يشغل لك الاضاءه الخارجيه لو موجود في تدفئه يفتح لك باب الجراج بالكامل مجرد ما بتقرب من الاريا مجرد ما تبعد من الاريا دي بتليفونك يبتدي يبعد عن المكان البيت بيعرف ان انت مشيت مش محتاج انك تتكلم او تقول اي حاجه خالص لا البيت يعرف ويبتدي يستجيب مع حضرتك طب اللمبه دي يعني لمبه ذكيه برضو اللمبه الذكيه اللمبه العاديه مجرد يعني؟ انك بتطفيها وبتشغلها ده مش الحاجات الغاليه الحاجات دي ما عادتش غاليه صحيح ده بكام بقى الاجهزه بالكامل كلها تحت الألف تحت الألف جنيه تحت الألف جنيه والله ممتاز يعني البيت كامل يتحول انا شايفك حاطط هنا رقم 7000 جنيه يا جماعه في عندنا نبدا من 7000 جنيه باكج تقدر تحول بيتك سمارت بكل سهوله وتقسط زي ما انت عايز مع كل البنوك ومع كل حاجه مع كل البنوك ومع قسطلي ومع شطابنا مع كونتاكت عندنا متعاقدين مع كل حاجه مش كده برضو بالكامل الاضاءه عندنا في الستاندر اون اوف نطفيها ونشغلها صحيح. لكن عندنا مثلا اللمبه اللي موجوده قصادنا دي بتشتغل لونين الابيض والاصفر بدرجاتهم ودايمابل ده يخليني اقدر ان انا اتحكم في شده الاضاءه وبالتالي اوفر في الكهرباء وبالتالي لو انا حبيت اغير المود المخصوص عندي من لون ابيض او اصفر مود قرايه مود انا بذاكر على حسب المود اللي انا عايزه بضيفه عليه فبغير شده الاضاءه وبقدر اغير لونها كمان الري في المنطقه الخارجيه الاوت دور الري ما بتحتاج تشتري جهاز واحد فقط تغيير يحول لك كل لاندسكيب إريجيشن دي أجهزة أنظمة التحكم في الري ولا إيه بالظبط ولا أجهزة إيه؟ إحنا عندنا جهاز اسمه فورتشانا برو آر 3 مش هو ده الأجهزة دي اللي ورايا الجهاز اللي فعلاً المعسيات تتحكم مظبوط ما شاء الله ده أتحكم في إزاي في الري ده بقى؟ ده بتتحكم فيه في 4 فالفات ري يعني أنا مش شايف له شاشة يعني أنا المفروض بقى يعني أنا اللي أعرفه في أنظمة التحكم في الري شاشة ببرمج اللي أنا عايزه بتشتغل مظبوط أنظمة الري اللي بشاشة لازم تروح لنظام الري عشان تغير السيستم اللي موجود فيه لكن حضرتك هتقدر تتحكم بالكامل من تليفونك حتى لو حضرتك مش موجود في البيت دلوقتي تعالوا نقابل الأستاذ محمد عرابي مدير عام شركة سنوف مصر خبرة كبيرة في الأنظمة الذكية وإنترنت الأشياء تمتد لحوالي 18 سنة وحلمه توطين صناعة الأنظمة الذكية في مصر وعلى فكرة الشركة المصرية HD اللي فازت بوكالة شركة سنوف العالمية هي اتحاد لثلاث شركات مصرية متخصصة في الأنظمة الذكية يعني كيان مصري قوي الشركة هنا مبنية على ثلاث أشخاص محمد عرابي باشمهندس حسن ابو ضيف باشمهندس حاتم عبد الفتاح كلنا اصحاب شركات تانية كلنا محبين للتكنولوجيا فقررنا نعمل الشركة دي عشان من خلالها ندخل كل الأنظمة الذكية اللي بتدخل لنا بعد سنين تبقى up to date سنة بسنة شهر بشهر اي جهاز سمارت او اي تكنولوجي سمارت تبقى موجودة في مصر في نفس التوقيت اللي بتتباع فيه برا في اي مكان في العالم النهاردة احنا بنستورد البروتوكول الممضي المرة دي مع المصنع بروتوكول تجميع مبدئيا هيبقى فيه 10 منتجات في 2022 بيتصنعوا بالكامل في مصر تحت اشراف المصنع الام بنفس شهادات الجودة اللي بيطلعها المصنع اللي هي 14 شهادة معتمدة من الاتحاد الاوروبي منتجاتنا بتتعلق بمجموعة حاجات نمرة واحد اللي بيحبها اي اقتصاد في العالم التوفير عندنا بعض المنتجات
سنسورز بتحس بالتواجد بتاع الاشخاص في المكان. لو انا سبت مكاني ومشيت بعد دقيقه اوتوماتيك الانوار هتطفي، دخلت مكان تاني اوتوماتيك الانوار دي هتنور اوتوماتيك من غير انا ما اتدخل بطريقه سمارت خالص. شويه سنسورز بتعمل الاجهزه تشتغل في الوقت اللي انا عايزه وتطفي في الوقت اللي انا مش عايزه بطريقه اليه بدون تدخل مني عن طريق برنامج انا بعده مسبقا. فمنتجاتنا مش بس بتدي رفاهيه، دي كمان بتدي توفير. ومن اكبر المميزات اللي موجوده عندنا اننا حلينا مشاكل كتير كانت الناس بتاخدها او واخدها فكره غلط عن السمارت هوم. الناس بتعتقد ان انا عشان احول بيتي لبيت ذكي ان انا لازم يبقى عامل خطه قبلها، ولازم اعمل انفراستراكشر، ولازم مهندسين يجوا يشرفوا على الموضوع. لا، احنا حلينا الموضوع ده ببساطه جدا. انت بايدك مستهلك اللي هتعمل كل حاجه، انت ما بقتش محتاج خبير يجي يعمل لك بلان علشان تحول بيتك سمارت. لا، انت كيوزر بشويه فيديوهات صغيره على اليوتيوب، على القناه بتاعتنا سنوف ايجيبت على اليوتيوب، تقدر بكل سهوله تاخد المنتج وتركبه بنفسك. مفتاح الكهرباء العادي اللي عند حضرتك في البيت، هتشيل المفتاح القديم هتركب مكانه المفتاح بتاعنا، حياتك اتحولت سمارت. طب انا لازم عشان احول البيت ده اعمله كله مره واحده؟ لا، برضو من اكبر مميزات الشركه عندنا ان انت ممكن تحوله جزء جزء. اقدر احول الليفينج روم، اقدر احول المطبخ، اقدر احول الريسبشن، وفي اي وقت. القطع مش مرتبطه ببعضها، اوتوماتيك كلها مربوطه على الكلاود. يعني كل جهاز بدخله اوتوماتيك بيخش يشتغل مع المنظومه، مش محتاج اي حاجه اضافيه غير ان انا اضيف بس الديفايس اللي انا حطيته اضيفه بس على الابلكيشن، اصبح كل المنظومه عندي رابطه مع بعضها. وخلي بال حضرتك، السمارت سيستم عامه مش بس مقتصر على البيوت، احنا بنخش في مجال الاندستري، كل الالات في المصانع نقدر نحولها سمارت، ودي بتفيد في حاجات كتير جدا. في بعض المكن بتاع النسيج، المكنه بتحتاج تشتغل قبل العمال بساعه علشان تسخن عشان العمال يقدروا يشتغلوا عليها. في مجال الري عندنا حاجات كتير، عندي مثلا مزروعات بتحتاج ميه كتير بكثافه، في انظمه قديمه كانت بتعمل الكلام ده بس مش سمارت. فكان بيعمل ايه؟ هو بيفتح الميه في مواعيد محدده بكميات متساويه على كل الزرع. طب انا عندي مجموعه زرع مش بتحتاج ميه كتير وعندي مجموعه تانية بتحتاج ميه اكتر، لا، السيستم عندنا بيدي لكل مجموعه او كل قطعه ارض كميه الميه اللي هي بتحتاجها. ومن كل اللي احنا قلناه ده طلع مفهوم السمارت سيتيز او المدن الذكيه او مدن الجيل الرابع. كل حاجه في السيستم بتاعي شغاله بالطريقه اللي انا عايزها في الوقت اللي انا عايزه بالكيفيه اللي انا بحتاجها بدون تدخل مني. الابواب العموميه، العربيات اللي متسجله عندي بتاعه الملاك داخل من باب الكومباوند، مش محتاج عامل ومش محتاج حد يقوم يفتح له، هو اوتوماتيك العربيه متسجله على السيستم. اول العربيه المتسجله دي ما دخلت البوابه بتفتح. أنظمة الري في الكومباوند كلها موجودة بتوقيتات محددة حسب حاجة كل جزء من الأرض. أبواب الجراشات أوتوماتيك بتفتح، أبواب الأسانسيرات لو عندي أسانسير في المكان أوتوماتيك، أنا بمجرد ما بوصل قدام باب الأسانسير الأسانسير أوتوماتيك بينزل لوحده وبيسجل الدور اللي أنا طالع فيه. وإحنا أوريدي بدأنا مشروع كويس مع شركة عملاقة، شركة الصفوة العقارية المشهورة باسم SUD، وبإذن الله قريب حضراتكم كمان تبقوا موجودين معانا والجمهور يشوف السمارت سيتي على أرض الواقع يعني إيه. خلي بال حضراتكم، سنوف 17% من حجم تداول منتجاتها الذكية في الصين، و 49% في أوروبا، و 25% في أمريكا، و 4% بس في أفريقيا. وده معناه إن أفريقيا سوق واعد لمنتجاتهم، وإن تعميق صناعة أجهزة ومعدات الأنظمة الذكية أصبح أمر ضروري، وخصوصاً إن الطلب عليها بيزيد يوم بعد يوم. وده اتجاه شركة سنوف العالمية في مصر، إقامة صناعة وطنية داخل بلدنا.